إذن موجة الأمطار اللي بلشت انهار الخميس الماضي وبعدها مكملة معنا لليوم، فينا نقول كمان رح بتكمل لبكرة الظهر، حيث متوقعين أنه يرجع الطقس يتحسن ونرجع نشهد طقس مستقر للأيام اللي جاية. الليلة مثل ما قلنا كمان احتمال نشهد أمطار. الحرارة ببيروت عم تسجل 18 درجة، 6 درجات بالأرز، 13 زحلة، بعلبك 11 درجة، وصور 17 درجة. بكرة الطقس عم بيكون غائم جزئياً مع أمطار خلال الصباح، متوقعين يتحسن الطقس بعد الظهر. بكرة 21 درجة ببيروت، الأرز 7 درجات، 18 بعلبك، وصور 22 درجة. الرياح لبكرة عم بتكون جنوبية غربية، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة المي 24 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 60 و 90%. طقس الأيام اللي جاي على شكل التالي: بكرة 3 21 درجة، طقس عم بيكون غائم مع أمطار خلال الصباح، متوقعين الطقس يتحسن بعد الظهر. لنهار الأربعاء 22 درجة، طقس مكمل غائم جزئيا. لنهار الخميس ارتفاع لل 24 درجة، والجمعة ارتفاع لل 25 درجة، والطقس عم بيكون غائم جزئيا. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة. عودة لعندك رامي وماريو. شكرا فاديا.